انه فعلا الهيئه حققت نجاح انها تشرك معها المواطن والمقيم في انه يكون جزء من العمليه المنظومه المتكامله في تعزيز النزاهه والمحافظه على المال العام، المحافظه على الممتلكات العامه، وايضا مكافحه الفساد والابلاغ عنه. في السنوات الاخيره حققت الهيئه رقم كبير جدا في موضوع استقبال البلاغات. يرد للهيئه سنويا خلال الثلاث سنوات الاخيره اكثر من 47 الف بلاغ من المواطن والمقيم. بلا شك هذا يعزز ما أشرت له في أنه المواطن والمقيم أصبح جزء من المنظومة. إحنا نتكلم على سنويا أكثر من 47 ألف بلاغ يرد للهيئة. جميل.